الثمنة شوية رخيصة اليوم اخوتي، كاين سلعة نقية ما بيهاش، ماشي ديك السلعة اللي نقولوا سلعة سلعة. المهم اللي بغى يدي بانيل وقته صافي، بغى العسا، بغى شي حاجه ديال لاكارد وصافي. المانينوا راه فيها وفيها، ماشي تسمع 200 درهم تصحاب مانينوا، راه انوا ماشي مانينوا. حيت الا بغيتي المانينوا راه كاينه من 3000 درهم للفوق، ارخص حاجه في المانينوا ديال بصح. خليني من نوا، حيت كاينه نوا عاد كاين مانينوا، فهمتيني اخويا؟ حيت كاين النوع اللي مخلط بالبيرجي، مانينوا مخلطه مع البيرجي، يعني راسها كبير. هذيك كتصلح لينا العسه، هذيك واخا نبيعوها ب 400 500 درهم ماشي مشكله، ما عندهاش لي ستوباج، ما عندهاش العبارات، ما عندهاش الهيبه ديال مانينوا. بحال مثلا نعطيك دابا هذا، تقول انت مانينوا هاو، هذا مخلط فيه البيرجي، ما يمكنش لينا يكون مانينوا. ان المانينوا راه رقيقه، الودنين عبارات، القزيبه عبارات، اللون، فهمتينو اخويا العزيز؟ ماشي عاجي يقول مانينوا، مانينوا راه عند الناس بديورها، جاليك القريعه مانينوا بحال بحال تيليكوموند. بحال شي بعض الكلاب شافوهم عندي الناس هنا في الاذاعه، نيت دازوا عندي هنايا، كان كلبه كدور، كلبه كتهضر معاها كتريكلامي، ما تهضرش معاها ما تريكلاميش، ماشي عاد تجي وتشد بشار. هذيك هي المانينوا اخويا العزيز. راني في قناة با عبد الله، راه معروفة، 06 93 40 36 80. كنداوي الكلاب في سبيل الله، اللي عنده شي حالة خطيرة يعيط على با عبد الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.